يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتيمم وفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ضربتين، الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين، فهل فعله هذا من باب الاجتهاد وهل له موافق من الصحابة؟ إلى المرفقين لا، وأما ضربتين فلا بأس، الأفضل أنه يكون ضربة واحدة، وإذا ضرب ضربتين واحدة للوجه واحدة للكفين فلا بأس، أما إلى المرفق لا. نعم. يقول اليدين في هذا المراد بهما الكفان فقط، الكفان. نعم.